صعب يومكم؟ تلسا التي استراحت اليوم مرخية بأبيضها على مرتفعات قريبة وبصقيعها على كل المناطق، فرضت لليوم الثاني جمودا في الحركة، لاسيما مع إقفال المدارس والحضانات بقرار وزاري ومع عزل بلدات وقرى بفعل تراكم الثلوج. التعطيل الطبيعي يتزامن مع الترشيحات الرئاسية المجمدة بفعل التلاطم السياسي. آخر العصف سجل بين بري وجعجع على خلفية ترشيح عون ورمي جعجع الكرة في ملعب حزب الله الذي لم يعلن بعد موقفه من هذا الترشيح. وشرارة حرب الردود تمثلت بقول بري أمام زواره: ماذا يريد جعجع من حزب الله؟ هل يريده أن يضع مسدسا أو بندقية أو صاروخا في رأس الحريري وجنبلاط وفرنجي وبري لينتخب مرشحا بعينه؟ في المواقف السياسية النارية، ما صرح به النائب الممدد أحمد فتفت قبيل التئام جلسة الحوار الثنائي بين المستقبل وحزب الله مساء بأنه لم يعد هناك معنى لهذا الحوار لأنه لم يعد منتجا. ولعل أغرب ما أعلنه فتفت أن الوزير أشرف ريفي هو حليف لتيار المستقبل وليس ضمن تنظيم التيار، وأن موقف التيار يعبر عنه رئيسه سعد الحريري. البداية طبعا من مستجدات وأخبار العاصفة تلسا التي يبدو أنها انحسرت اليوم، ونطلع على مزيد من المعلومات من الزميلة رشال كرم التي تنضم إلينا من عنية. رشال، المشهد أبيض حولك بطبيعة الحال، أنت على مقربة من دير القديس شربل يبدو بي عنية، كيف أوضاع الطريق أو أنت بقلب الدير تحديدا، كيف الأوضاع فيما يتعلق بالطريق وأيضا بأحوال الجو، يعني درجات الحرارة حيث تتواجدين؟ كريستين، الطريق في قضاء جبيل، نحن بدأنا من قضاء جبيل من الساحل وصولا إلى عنية، وطبعا سوف نحاول أن نستمر إلى منطقة اللألؤ، أرتبة، عقورة، سوف نحاول قدر المستطاع إذا كانت الطرقات مفتوحة. ولكن في عنية منذ تقريبا 5 دقائق كنا نتأكد من درجة الحرارة، كانت الدرجة 0 أو 1، يعني تتراوح بين 1 و0. هذا الموضوع طبعا انطبع كضباب منذ تقريبا 10 دقائق، كانت هناك الشمس ساطعة في منطقة عنية، وتحديدا نتحدث عن دير مارشربيل. هذا المشهد مشهد لأنه نحن نرتفع عن سطح البحر 1250 متر. كريستين، يعني دير مرمرون أو ما يعرف بدير مارشربيل 1250، التلج موجود ولكن ليس بالسماكة الكبيرة إذا صح الطبيعة. نحن نتحدث إذا بس بطلب شوي من المصور عمر، يعني نتحدث تقريبا 10 سنتيمتر من 10 سنتيمتر من الثلج. عفوا كريستين، صحة صحة رشال، يبدو انه مش متخطية ال 15 سنتي سماكة الثلج بعنية، بس نحن عم نحكي عن 1200، صحيح يعني. ولكن عم نحكي عن 1200 من علو عن سطح البحر. ولكن تواصلنا مع الأرصاد الجوية وسألناهم عن هذه العاصفة كريستين وعن ما إذا كانت سوف تستمر، قالوا لنا بأنها انحسرت، هذه كانت لا يمكن التحدث عن عاصفة في يوم واحد بطبيعة الحال، ولكن ما شاهدناه من طقس في الأمس انتهى، اليوم سوف يكون فقط جليد وسوف تكون هناك تدني لدرجات الحرارة ليس أكثر من ذلك، قد يكون هناك بعد تساقط للأمطار مساء قد تتحول بطبيعة الحال على المرتفعات إلى ثلوج، ولكن لن نشهد هذا الطقس البارد والطقس الماطر كما حدث بالأمس، فقط سوف يتحول الموضوع إلى جديد وإلى تدني في درجات حرارة، كما أقول نحن في عنية نتحدث عن تقريبا 0 إلى درجة 1. شباب، أنا كنت طلبت منكم وعم نشوف الأشخاص أصلا كريستين اللي بعدهم عم بيوصلوا على الدير، شو الإصرار يعني بهالساعات بهالبردات تضلكم تطلعوا على المناطق اللي مش تزلج، يعني هي مناطق أكثر دينية ممكن تعتبر، شو الأسباب؟ مارشربيل ما بده سبب انه نطلع لعنده. اول شيء مارشربيل بينا، وانا بالجمعه كنت هون بمسيره مارشربيل، مسيره 22 الشهر، واليوم طالع مش لحتى انه بس اتفرج على الثلجات، هو جاي اول شيء لحتى صلي لبي شربل، ونستفيد بنفس الوقت من هذا الجو انه نوصل لهون. انا ماني هاوي سكي بس بنفس الوقت بحب هذا الجو، فمش هيك. الطرقات بتصور الطرقات كان صعب عليكم ولا كانت هينه؟ والله هو اللي ساق، انا ما سقت. الطرقات بالنسبه لنا حول الجبل، يعني مانا ولاد ساحل. انا من بكفيه، فمن بكفيه لهون يعني عندي تقريبا ساعه سواقه، بس كمان يعني هذا الشيء ما بيخلينا ناخذ ريسك انه ما نطلع على مارشربيل لو الطرقات هيك، يعني قادرين نوصل.
خلينا انا لانه لدواعي شوي تقنيه، مدام فيها نحكيك لو سمحتي مع الاولاد، لانه بتصور انه مبسوطه اليوم ما في مدارس ولا كيف في مجال، بس تقربي شوي لعنا لو سمحتي. هلا بتصور انكم انتم معيدين اليوم، ايه ما في مدرسه ولا بالعكس كان على بالك انت تروحي على المدرسه؟ قربي شوي هيك، كنت على بالك تروحي اليوم على المدرسه ولا خلص بديها؟ شو حابه تروحي كنت على المدرسه اليوم؟ لا حابه كثير انه انت كنت يعني هذا القرار ولا هذا التوقيفات على المدارس عم تكون بالنسبه لكم اشكاليه ولا بالعكس سريع؟ لا كثير منيحه حرام كرمال الاولاد، لانه المدارس كلها ما مجهزه كثير تدفئه وهالحركات، يعني كرمال الاولاد حرام سقعه وهيك. بس ما السقعه مطلعتيهم اليوم على عندنا ما عليه، ما شارب اللي بدفيهم ما شارب اللي بدفيهم. لا بالسكول صار. شكرا لك مدام. كريستيان رح انتقل شوي بعيد عن عنايه وعن قضاء جبيل، عم نحكي عن الطرقات الجبليه المقطوعه لغايه الساعه 2:30. يعني هذا التقرير يلي اخذناه من القوى الامن الداخلي عم يتحدثوا عن الطريق السالكه، طريق مؤدي الى مراكز تزلج كفر دبيان، يعني كفر دبيان فريا، الطرقات مفتوحه. سالكه ايضا هي طريق بحمدون صوفر المديرج، هي ايضا مفتوحه. نتحدث للسيارات المجهزه والرباعيات الدفع، طريق ظهر البيدر كريستين هي مفتوحه للسيارات المجهزه، اما جميع الطرقات الاخرى يعني طريق زحل ترشيش، الارز، عينات الارز، البروق، اللؤلؤ، العقوره، اهدن، عيون السمان، حدث بعلبك، تنورين، سيرة الضنية، العقورة، اللؤلؤ، النبشيت، زحلة، دهور شوير، رشايا، الوادي، وطريق عام لقبيات الهرمل. بحسب تقرير قوى الأمن الداخلي منذ تقريبا 5 دقائق وصلنا، هي الطرقات مقطوعة. هلأ نحن عم نتحدث عن الجو، بلش الضباب، يعني نحن نحكي 2:30 بلش الضباب، وبالتالي على جميع السيارات أن تكون هناك مجهزة بالسلاسل لطبيعة الجليد الذي قد يكون على هذه الطرقات، وأيضا انخفاض درجات الحرارة كما سبق وذكرت بالحديث مع المرصد الأرصاد الجوية في مطار بيروت بأن الأمور سوف تتحول إلى الجليد ولن يكون هناك شتاء كما حدث بالأمس، مع الاعتبار وهو التضخيم الإعلامي والتضخيم في مواقع التواصل الاجتماعي لهذه ما سمي بالعاصفة تلاسا، ولكن هذا الموضوع غير عار عن الصحة. نحن أصلا في فصل الشتاء كريستين، يعني من المتوقع أن يكون هناك في ثلوج وأمطار وأيضا تدني في درجات حرارة، ولكن ليس هناك أي شيء غير اعتيادي في هذه التغطية اليوم للثلوج. سوف يكون لنا تقرير مفصل عند الساعة 8 كريستين لجميع الطرقات في قضاء جبيل وطبعا الطرقات في أغذية أخرى. شكرا رشال كرم، ترجعوا بالسلامة. وبفعل العاصفة تلسا وتداعياتها أغلقت المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة بقرار من وزير التربية الياس بوصعب، كما أقفلت دور الحضانة بقرار من وزير الصحة وائل أبو فعور. وفي أخبار العاصفة اشتدت موجة الصقيع والجليد في المرتفعات، وأفاد مراسلنا في مرج عيون جورج عشي أن ثلوج تساقطت فجرا حاصرت قرى شبعة وكفر شوبة وكفر حمام، وبلغت سمكتها في شبعة نحو 50 سنتيمترا، فيما تجاوزت 2 متر في المرتفعات الغربية لجبل الشيخ. وباشرت الجرافات التابعة لوزارة الأشغال فتح الطرق التي قطعت بسبب تراكم الثلوج في شبعة وكفر شوبة وحصبية. هذا وتساقطت الثلوج صباحا على وادي الحصباني، وأدت الأمطار إلى ارتفاع منسوب نهري الحصباني والوزاني. وفي عكار أفاد مراسلنا عصام رجب أن العاصفة تلسا أحكمت سيطرتها على مختلف البلدات العكارية ابتداء من ارتفاع 700 متر، ما أدى إلى قطع الطرق في بلدات الجومة والقيطع وأكروم ووادي خالد. وعملت الجرافات التابعة لاتحادات البلديات في القرى بالتعاون مع جرافات وزارة الأشغال والدفاع المدني على إعادة فتح الطرق الرئيسة وتأمين تنقل المواطنين وتحديدا العسكريين الذين عجزوا عن الالتحاق بمراكز خدمتهم بسبب انقطاع طريق لقبيات الهرمل، فعمدوا إلى الالتحاق بسكنة عندئت. وناشد رئيس بلدية عكار العتيقة خالد بحري وزارة الأشغال إرسال مزيد من الآليات لفتح الطرق، إضافة إلى تأمين الملح لمنع تشكل الجليد. وفي المناطق الساحلية تعطلت الحركة بسبب تدني الحرارة إلى ما دون الصفر، وناشد أهالي حي البحر المعنيين التدخل السريع بعد أن باتت منازلهم مهددة بالانهيار، حيث جرفت الأمواج العاتية الصخور التي كانت تشكل عائقا يمنع مياه البحر من بلوغ المنازل. العاصفة تتسبب بأضرار جسيمة في مخيمات اللاجئين السوريين في عكار.
هذه هي أثار العاصفة تلاسا على عدد من مخيمات اللاجئين السوريين في عكار. بعد كل عاصفة ينشغل السوريون بإعادة ترميم خيامهم والتحسر على ما خسروه، وفيما ينتظر البعض انتهاء العاصفة لممارسة هواية التزلج سينكب السوريون على إعادة تأهيل خيامهم في مخيمات السماقية استعدادا للمرحلة الثانية من العاصفة التي ستضرب المناطق الأكثر ارتفاعا، والمتضررون يناشدون أي جهة رسمية كانت أم دولية للنظر في أوضاعهم المأساوية. ذاكر ماي، ذاكر أولادنا أكثر فرق، بيجوا بدنا نسلمكم خشب، بدنا نسلمكم المازوت، بدنا ما عم يسلموش حتى مساعدات، انا بدي حتى مساعدات لا مازوت لا مساعدات ولا شيء، حتى من الام مرفوضين. شفت عينك، لك الاكل طايبه ولك الاولاد ما فيهم يطلعوا من هون، والمي راح تفوت على البراكيات علينا، ما عاد فينا، والليل ما عم ننام. يعني شفت عينك برد وحالي سودا. على أن العاصفة تلاسا وأضرارها طالت اللبنانيين أيضا بعد أن تسببت باقتلاع الأعمدة والأشجار والبيوت البلاستيكية، مما أدى إلى تكبد خسائر فادحة لدى المزارعين. أمنيا، أحبط الجيش محاولة تسلل للمسلحين باتجاه موقعي المصيد ووادي الحصن في جرود عرسال، وأفادت الوكالة الوطنية أن اشتباكات عنيفة استمرت حتى فجر اليوم، تمكن في خلالها الجيش من دحر المتسللين موقعا في صفوفهم إصابات. حرب مواقف وردود بين الرئيس نبيه بري ورئيس حزب القوات سمير جعجع. مجلس النواب الممدد نبيه بري أمام زواره أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة في 8 من شباط المقبل لن تختلف عن سابقاتها، وتعليقا على قول رئيس حزب القوات سمير جعجع إن الكرة باتت في ملعب حزب الله، وإن الحزب قادر إذا كان صادقا في ترشيح عون على إلزام حلفائه بالنزول إلى المجلس النيابي والتصويت له. قال: ما المطلوب من حزب الله أن يفعله؟ هل يريدونه أن يضع مسدسا أو بندقية أو صاروخا في رأس سعد الحريري ووليد جنبلاط وسليمان فرنجي ونبيه بري لينتخبوا مرشحا بعينه؟ القصة ليست هكذا، والعلاقة بيننا كحلفاء ليست على هذا النحو. وسئل بري: سبق أن أكدت استعدادك للقبول بما يتفق عليه المسيحيون رئاسيا، فرد قائلا: صحيح أن عون وجعجع اتفقا، ولكن هل هذا يكفي؟ وماذا عن القطبين الآخرين؟ هم أكدوا في لقاء بكركي وليس أنا أن الأقطاب المسيحيين الأقوياء هم أربعة، وأنه يجب أن يكون هناك توافق بينهم على الرئيس المقبل. وعندما زارني الوزيران جبران باسيل والياس بوصعب في الآونة الأخيرة نصحتهما بأن يزورا فرنجي ويتفاهما معه، ولا أزال عند رأيي. رئيس حزب القوات سمير جعجع رد على كلام الرئيس بري قائلا عبر تويتر: إذن على أي أساس ميشيل عون هو مرشح 8 أذار؟ هذا التساؤل استدعى جوابا سريعا ومقتضبا من الرئيس بري الذي قال لجعجع: على ذات أسس ترشيحك من 14 أذار. قبيل ساعات من جلسة الحوار 23 المقررة بين حزب الله والمستقبل مساء في عين التينة، اعتبر النائب الممدد أحمد فتفت أنه لم يعد هناك أي معنى لحوار حزب الله المستقبل، لأنه لم يعد منتجا على أي صعيد، وتحديدا بعد الموقف المعطل للانتخابات الرئاسية والموقف من إخلاء سبيل الإرهابي ميشيل سميحة، وحول عدم وجود رؤية موحدة للاستحقاق الرئاسي داخل تيار المستقبل. أكد فتفت في حديث إذاعي أن الوزير أشرف ريفي هو حليف لتيار المستقبل وليس ضمن تنظيم التيار، وموقف التيار يعبر عنه رئيسه سعد الحريري، ومن يقرر الالتزام يلتزم ومن لا يقرر الالتزام يكون خارج التيار. وعن الاتصال الأخير بين الحريري وفرنجي قال فتفت إنه تأكيد معنوي من الحريري على موقفه الداعم لفرنجي، وهو يحاول طرح مبادرة لإيجاد حل تسوي في وقت لا يشكل طرح عون حلا تسويا، مؤكدا أن المحاولة ستستمر وعندما يقتنع الجميع بجديتها وبأن المخرج الوحيد سيعلن الحريري موقفه. علق النائب الممدد وليد جنبلاط على الحادث المأساوي الذي حصل في مغارة جعيتة وأودى بحياة سائح مصري، فقال عبر تويتر إنها فضيحة كبرى بحق لبنان والسياحة فيه، قضية غرق السائح المصري في مغارة جعيتة، وأضاف: لا بد من إعادة النظر في القيمين على المغارة، ولماذا هناك شركة استثمار بدل أن تكون تابعة لوزارة السياحة. التعازي الحار لعائلة المواطن المصري، وكم الحسرة كبيرة على هذه الحالة من التسيب من رئاسة الجمهورية إلى مغارة جعيتة. العواصف اجتاحت العالم وحصدت 18 شخصا في الولايات المتحدة وخمسة في اليابان.
إذا مرت تلسا على خير في لبنان، فأن العاصفة جوناس المستمرة منذ 4 أيام في الولايات المتحدة حملت نتائج دراماتيكية، فقد أسفر تساقط الثلوج لنحو 30 ساعة من دون توقف عن مقتل 18 شخصا. العاصفة الثلجية التي ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة أربكت حركة الملاحة في عدد من المطارات، ما أسفر عن إغلاق مطارات عدة وجرى إلغاء 8300 رحلة، بعدما وصلت سماكة الثلوج إلى 60 سنتيمترا في واشنطن و30 في نيويورك. في غضون ذلك أعلن عدد من الولايات الأمريكية حالة طوارئ، كما جرى إيقاف شبكة النقل العام ما أثر على تنقل حوالي 80 مليون شخص. تزامنا أعلنت شركة طيران American Airlines أنه جرى تحويل مسار إحدى طائراتها لمطار في شرق كندا بعد مواجهة مطبات هوائية شديدة، وجرى نقل 7 أشخاص إلى المستشفى. وكانت الطائرة متجهة من ميلانو إلى ميامي وعلى متنها 203 أشخاص. أما في اليابان فقد قتل 5 أشخاص وأصيب أكثر من 100 في حوادث متفرقة من جراء عاصفة ثلجية ضربت عددا من المدن والبلدات وأربكت الثلوج حركة النقل، كما تسببت بإلغاء مئات الرحلات الجوية إضافة إلى توقف حركة القطارات. وتشير توقعات الأرصاد اليابانية إلى أن حالة الطقس قد تزداد سوءا بسبب التساقطات الثلجية الكبيرة. وفي كوريا الجنوبية علق نحو 85,000 شخص في جزيرة جوجو السياحية التي أقفل مطارها بسبب تساقط كميات كبيرة من الثلوج لم تشهدها منذ 3 عقود. أفادت الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري طلبا المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديميستورا بإعلان موعد محادثات جنيف في أقرب وقت ممكن. وكان كيري قد أمل بتحديد موعد انطلاق محادثات السلام السورية التي كانت مقررة اليوم في جنيف خلال يوم أو يومين، مشيرا إلى أنه اتفق مع المبعوث الأممي إلى سوريا ديميستورا خلال زيارة إلى لاوس على عدم توجيه الدعوات للحضور إلا بعد وضوح مواقف جميع الأطراف. وقال كيري أن التصريحات الأخيرة لمسؤولين السوريين بأنهم لن يقدموا تنازلات على مائدة المفاوضات والتذمر الذي يعتمل في صدور شخصيات المعارضة بأنهم أجبروا على المفاوضات لا تعكس سوى التوتر والشائعات. نشر تنظيم داعش فيديو يظهر 9 أشخاص ممن قال إنهم شاركوا في هجمات باريس في 13 تشرين الثاني والتي أودت بحياة 130 شخصا، كما تضمن الفيديو ما قال إنها الرسائل الأخيرة لهم. وكشف التنظيم عن هوية الأشخاص الذين قاموا بالهجمات الإرهابية، وهم أبو قعقاع البلجيكي وأبو فؤاد الفرنسي وأبو ريان الفرنسي وذو القرنين البلجيكي وأبو قتال الفرنسي وعلي العراقي وأبو مجاهد البلجيكي وعكاشة العراقي، إضافة إلى العقل المدبر للهجمات عبد الحميد أبو عود أو من يلقب بأبو عمر البلجيكي. وهدد التنظيم بشن مزيد من الهجمات الإرهابية في العواصم الأوروبية والدول المشاركة في التحالف الدولي للحرب على داعش. وفي السياق، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند على هامش زيارته الرسمية إلى نيودلهي إن التسجيل لن يخيفنا ولا يمكن لأي تهديد أن يزرع الشك لدى فرنسا حول ما عليها فعله في المعركة ضد الإرهاب. أهلا بكم من جديد. هاجس H1N1 يلاحق اللبنانيين وإنفلونزا A تجتاح أجسامهم. نعمة الشتاء لا تكتمل في لبنان ليس لأن اللبناني يهونا، ومع كل مشهد لكومة نفايات نستحضر في أذهاننا الطبقة السياسية الحاكمة وليس من باب النأ أيضا. ولا نبالغ إذا حملنا المسؤولية للسياسيين التي لم تحل أزمة النفايات إلى الآن، بل لا يمكن أن تقوم بمفعول رجعي للأوبئة التي سببها أو عززها تلوث الهواء والمياه، وأبرزها إنفلونزا H1N1 التي أصابت معظم اللبنانيين بهلان شديد. هلأ نحن بنعرف أنه في الجريب تبع 3 أيام اللي كومن فلو بالإنجليزي اللي ما له علاقة بالإنفلونزا، إذا ما نحكي هلأ بالدقة لما بنجي نحن بموضوع الإنفلونزا، وهذا هو اللي بيعطوا عليها لقاحات فاكسين. ساعتها صرنا على نوع معين من الجريب اللي هي مزعجة جدا بس ما بتقتل، الإنفلونزا A. معناتها كل سلاسل الانفلونزا اي بما فيها الH1N1،
فمش انه معناتها انه الواحد صار عنده انفلونزا بالضرورة انه يكون H1N1. يعني اللي عم ينصابوا فيه معظم اللبنانيين اليوم شو هو؟ المعظم اللي عم ينصابوا اللي هني اكثر من 3 ايام بيكونوا الانفلونزا اي يلي ممكن نعطي لها اللي هي من سلالة H1N1. نعم، لما نحن بنقول انه زبالي بدنا نكبهم مش نخليهم، كرمال انه ما يصير هالفيروسات موجوده. طب اذا زبالات على الطرقات، ما هدول كمان اللي موجودين بالكلينكس موجودين بالطرقات وممكن ينتقل مع المي ويوصل على على اكلاتنا وعلى ميتنا وعلى غسيلاتنا بطريق ما. يعني انا بعتقد انه ما فينا نفصل هاي بهاي. متى تستدعي الحاجه استشاره الطبيب؟ اذا اي واحد صار عنده حراره واسهال والعيان نفس وعنده التعطيس مع السعال القوية وممكن يحس إلى عبقة، ممكن يحس إلى أوجاع بالمعدة إلى آخره، دغري يستشير حكيم. الوقاية التي يجب أن يتبعها المصاب كي لا يؤذي من حوله؟ الوقاية هو طبعا الغسيل المون بالسانيتايزر، وطبعا بالزبالة دغري، الماسك والقناع بالوجه، خصوصا اذا مضطر هالانسان يروح على الشغل محل ما في عالم كثير. اذا واحد مريض مثلا ما يقرب عليه، يكون في عال قليل متر. نحن كثير بنحب نبوس ونقرب على الشخص والى اخره. الوقايه والتنبه هما المطلوبان من كل مواطن ان ياخذ الاحتياطات اللازمه كي لا يصاب، ومن كل مصاب كي لا تتفاقم حالته او ينقل العدوى للاخرين. كيف ينظر أهل شهداء حرب الإلغاء ومصابوها إلى اتفاق معراب في ذكرى أسبوع الاتفاق؟ تحقيق رشال كرم. بيستشهد بأول نهار بحرب القوات على الجيش بسكنة أدمة. ثمانية كانون الثاني 1989 89. يا شعبي لتشهد رب رجالك لا رب رجالك روح عدوانا يا شعبي. فقد راك 70% من حركة يديه ورسمت شظايا قذيفة على عين الرمانة طرقا جديدة في أجزاء جسده كما حياته، حتى أن حرب الإلغاء أصابت قلبه. هو شهيد حي، بينما قلب والد آدي العميد الشهيد بول المعلوف فتوقف وارتقى شهيدا في قصف قواتي على ثكنة أدمى. تغيرت حياة آدي وراك بسبب حرب قادها هذان الزعيمان، وبعد اتفاقهما ورؤيتهما جنبا إلى جنب، ماذا تغير في حياتهما؟ أكيد فكرت فيه وفكرت فيه كثير، فكرت فيه وقت اللي شفته، وفكرت فيه بعدين أنا وراجع بالسيارة، وفكرت فيه بالبيت. يعطيك مثل إشارة معينة؟ أنا بعرف أنه بي كان زلمة صحيح ضابط بالجيش وضابط شجاع، بس أنه بعرف طيبته لبي كيف كان. يعني برأيك هذا المشهد هو كيف بيكون شايفه؟ يعني بتقبل يكون شايفه مثل ما أنا شايفه، بتأمل يكون شايفه مثل ما أنا شايفه، يعني إنه حاجة بمكان معين، ولكن الغصة رح تضل موجودة ويمكن تروح معنا للقبر. بس بمكان معين عم بقلك، واحد مفروض يفصل بين قلبه وبين عقلاته، قلبه قلبه لإله، بينما العقل عقل مجتمع كله سوا، وفي أكثر من شعور شخصي، في يمكن شعور ألاف لبالميات الألاف من الأشخاص وأمورهم معرقلة، يمكن هالاتفاق هيدا يسهلهم حياتهم ويقويهم ويخليهم بهالأرض أكتر. كيت شوي صغير إيه؟ ما عملك أول فترة يعني أبو شي ساعة ساعة ونص بكيت هسرت، بس لما فكرت براسي وطبول الله يرحم الشباب ويرحمنا معه، لأن نحن ماتوا الله يرحمه، صاروا بديار ربنا، نحن اللي عم نموت كل يوم. فضل يطرق البلد ويتفقوا الكل، مش أحلى ما يعملوا حرب ويقتلوا الشباب ويعطبوهم مثل ما نعطبنا نحن. سامحت؟ كل الأشخاص اللي هني منتميين لحزب القوات اللبنانية، أنا من زمان
من فترة هيدا قلت خلص هولي عايشين نحن وياهم بنفس المجتمع، ما فيي ضلني أنا حامل هالحقد. الحقد آخر شي بيقتل أصحابه. أنا حصرت المسؤولية بقائد قوات اللبنانية، وهذا الموضوع حاصره بهالشخص لا أكثر ولا أقل. لهلأ فإذا بقى ما قدرت تسامح الدكتور جاجة؟ أنا لا. هذا الحزب طلب إنه يصير في لائحة موحدة مع الاثنين، ليش لا؟ ضمنياً شو بدي أرى؟ ضمنياً ضمنياً إذا اللي بدعوا بالشباب بدي انتخبوا بعد للمليون بصراحة، بس إذا ما آدم وخواجة وبيخبوا ليش بديش انتخبوا؟ يحمل هذا القوتي خوذة العميد الشهيد بول المعلوف وبطاقة التعريف عنه بعد دخوله ثكنة أدمى حيث استشهد، صورة تحرك الغضب في قلب ابنه آدي. بينما راك لا ينسى صورة الرفاق القوتيين الذين استشهدوا جميعا في تلك القذيفة من ذاك الثامن من كانون الثاني. في كانون الثاني استشهد العميد وأصيب راك، وفي كانون الثاني أيضا اتفق الأول لدى المسيحيين مع الثاني، ألغيا جيلا من الشهداء تجنبا لحرب إلغاء ثانية. رشا الكرم، قناة الجديد. كان في العناوين: تلسا تستريح بأبيضها وصقيعها، والنازحون السوريون أكثر المتضررين. مي راح تفوت على البراكيات علينا، وعد فينا والليل ما عم ننام. والعواصف الثلجية توقع قتلى في أمريكا واليابان. اشتباك بالمواقف بين بري وجعجع على خلفية ترشيح عون. داعش ينشر تسجيلاً عن منفذي هجمات باريس ويتوعد، وأولاند يرد لن يخيفنا. ختام النشرة، شكرا للمتابعة. الموعد الإخباري التالي في النشرة المسائية.